بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طه الامين اللهم صل عليه وعلى ال بيته الطيبين المطهرين عن سيدتنا وأمنا عائشه رضي الله تعالى عنها قال سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم زينوا مجالسكم بالصلاه علي فان صلاتكم علي نور لكم يوم القيامه فيا ارحم الراحمين أدم الصلاة على نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا اللهم بخيرها وبركتها من عبادك الفائزين في الدنيا ويوم الدين. وبعد أيها الإخوة الأماجد الأحباب الأكارم، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم بفضل الله تعالى مجدداً، ولله الحمد في البدء والختام على هذه الموائد المحمدية في برنامج دين القيمة. وكان مما يسره الله تعالى من باب المذاكره في سياق هذه النفحات الكريمه في هذه الايام المباركه والليالي النيرات من شهر ربيع الاول شهر مولد سيد الوجود وعلم الشهود وصاحب اللواء المعقود وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم كنا قد تذاكرنا بتيسير الله وتوفيقه النعمه المحمديه وحقيقتها وما ينبغي من الفرح بها، وما ينبغي مما يكون من التحصيل لاثار هذا الفرح، والمدح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان الله تعالى يامرنا بان نفرح برسول الله، ليس تجملا منا او رغبه منا او اختيارا منا حتى ينصرف كثير من الناس على مر الزمان والمكان، ويقولون نحن لا نحتفي برسول الله او لا نجلس في مجالس مدح رسول الله. أن ينبغي للإنسان أن يستجيب لأمر الله الله تعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله تعالى يأمرنا بالفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله الذي يتراءى في جامعه ورافعه وكمال بيانه في رسول الله وبرحمته التي ارسلها الله رحمه للعالمين فبذلك فليفرحوا انظروا ايها الاخوه كيف ان الله تعالى يامرنا من جهه ويرينا شواهد جزائه ومكافاته حتى بغير ما نحتسب حتى اكثر مما نظن جزاء لمن فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اورد الامام امير المحدثين سيدنا الامام البخاري رضي الله تعالى عنه في احدى معلقاته والمشهور ان معلقات الامام البخاري كلها صحيحه عن سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن اخيه ابي لهب الشهير ذكره في القران الكريم الذي تبت يداه في الجحيم مخلدا كما قال القائلون قال تعالى تبت يدا ابي لهب وتب سئل عن اخيه ابي لهب لما مات فقال هو خالد مخلد في النار غير انه استثناء غير انه في كل يوم اثنين يخفف عنه بان ينبع الله من يديه وفي روايه من اصابعه ماء يخفف عنه ذلك الماء شيئا من العذاب في كل يوم اثنين ما حقيقه ذلك ذلك الاثنين هو يوم مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علاقه ابي لهب بيوم الاثنين ذلك انه او ابو لهب كانت له جاريه امه هي تخدمه وتقوم على شؤونه هي سيدتنا ثويبه الاسلميه رضي الله تعالى عنها وهي اول من ارضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع اخيه سيدنا حمزه عمه رضي الله تعالى عنه قبل ان ترضعه سيدتنا حليمه السعديه هذه ثويبه الاسلميه كانت امه وجاريه لابي لهب جاءت يوم مولده بالاثنين تبشره وتزف له الخبر وتقول له يا سيدي يا ابا لهب قد ولد لاخيك عبد الله اي سيدنا عبد الله والد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى قبلها قد ولد لاخيك عبد الله غلام وايما غلام فبلغ من فرحه بوجود عقب لاخيه بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل بلغ من فرحه بهذه البشاره ان اعتق سيدتنا ثويبه قال انت اذهبي انت حره ما اعتقها بعدما كانت أمة وجارية إلا لأنه فارح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيع أجر ما نحسن عمل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم الله لا يضيع الصغيرة ولا الكبيرة للناس أجمعين وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ليس من باب الجلال فقط حتى من باب الجمال كل حسنه من كل مخلوق حتى من غير المسلمين لا تضيع حسنته ابدا، قال هذه الحسنه هذا الفرح لم يضيعه الله لابي لهب فيخفف عنه كل يوم اثنين بفرحه برسول الله، يقول الامام ناصر الدمشقي في عكس هذه الأمر انعكاس هذا الأمر وهذا الخبر وهذه البشارة على الأمة المحمدية لا سيما الفرحين برسول الله المادحين المسرورين برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه الإمام ناصر الدمشقي قال إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا هذه ساعة فرح لم يضيح الله تعالى فكيف بالعبد الذي عاش على بساط التوحيد لله وشهادة الوحدانية الله وعمره كله يفرح برسول الله ويتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه حينما نرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا، افلا نحبه؟ حينما نرى سيدنا النبي يشتاق الينا، افلا نشتاق اليه؟ يهتز الينا بعبراته ودموعه الشريفه، افلا يكون من الواجب والاحرى ان تذرف الامم كلها دموع الشوق اليه لا سيما امته المحمديه؟ جاء في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا الامام مالك في الموطأ وغيره ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبيل انتقاله زار اهل احد أهل من الشهداء ثم جاء الى البقيع ثم خرج وفي يده سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فقال صلى الله عليه وسلم والصحابه يسمعون اشتقت الى اخواني اشتقت الى اخواني قال الصحابه أولسنا إخوانك يا رسول الله نحن بين يديك كيف تشتاق إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي لستم المعنيون بشوقي بل أنتم أصحابي. كأنما سألوا: من هم إخوانك إذا؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. كل من جاء بعد رسول الله وآمن برسول الله واشتاق إلى رسول الله سماه رسول الله بحزب الاخوان نحن اخوان لرسول الله بشهادته نسال انفسنا هو سمانا اخوانا افهل ادينا حق اخوته هو اشتاق الينا فهل نحن نشتاق اليه هو يذكرنا على رفيع منزلته وغناه عنا افلا نذكره ونحن نحتاج الى شفاعته ووساطته وملته صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نغذي في انفسنا هذا الامر العظيم ايها الاخوه ونغذيه في الناشئه لكي يتعلقوا برسول الله ويتخلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نريد ايها الاخوه معكم وعند الناس جميعا ان نري القاصي والداني نري كل واحد في الدنيا اننا على مر الزمان والمكان لازلنا نتعلق برسول الله ونحب رسول الله ونستمسك باذيال رسول الله ونري كل واحد اننا نحبه محبه طاعه لننتقل من المشاهده الى المجاهده شاهدنا سيرته وشاهدنا اخلاقه وشاهدنا صفاته نحن نجاهد انفسنا على التعلق والاقتداء بها نحن ننتقل من انتماء حسي من نسبتنا الى رسول الله كامه محمديه الى انتماء سلوكي فلا نعمل الا ما عمل ولا نقول الا ما يرضيه من القول ولا نتخلق الا باخلاقه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ما احوجنا ان نوفي لرسول الله بعهوده ايها الاخوه، ترك لنا عهودا ومواثيق، عهودا بديننا. عهودا لاوطاننا عهودا في محبتنا وتالفنا وتعاطفنا ترك لنا عهودا لارضاء والدينا ترك لنا عهودا لكي نلقاه عليها موفين لا مبدلين ولا مغيرين ان لنا ان نتحقق بهذا التعلق وبهذا التمسك ان لم نكن نجدده بذكر رسول الله ومدح رسول الله والله ان مما يسرنا سرورا فوق كل سرور حينما نرى ابناءنا في مجالس مدح رسول الله يزهون برفع اصواتهم يؤدون بحناجرهم رفيع الصلاة على رسول الله ينشأون في هذه المجالس يغذيهم الأبناء بالصحبة وتغذيهم الأبناء الأمهات بجميل الهندام ودفعهم إلى ما يكون من هذه المجالس حتى يكون الرجال والنساء والصغير والكبير والحاضر والغائب كلهم يؤمون رسول الله ويقصدون رسول الله ويتأسون به عسى الله ان يرزقنا كمال المعيه به في الدنيا والاخره اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين بحق الصلاه على نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم يا رب فرج عنا كل كرب وازل عنا كل هم واجعل شهر ربيع الاول عائدا علينا بالفرح والسرور والفتح والضياء والنور يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا يا رب اجز عنا والدينا خير الجزاء يا ارحم الراحمين وكل من علمنا وربانا واخذ بايادينا يا رب كل واحد منا عنده مريض اجعل يا رب شفاءه في هذه الساعه وعافيته، اللهم يا رب العالمين ارزقنا تآلفا وتعاطفا ومحبه لبعضنا البعض يا اكرم الاكرمين، واجزي القائمين حوالينا بكل خير يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته.